خليني أسأل، هل البروستاتا علاجها بيكون مجرد أدوية ولا ساعات بنحتاج لتدخل جراحي؟ ولا على حسب بقى يعني الوضع الحالة بالظبط، نفسها؟ على حسب الستيج اللي احنا وصلنا لها، تمام؟ يعني بمعنى ان المريض في الاول في المرحله الاولانيه الميه بيحصل تقطيع في البول، بيحصل شويه حرقان في البول او كذا. الفيصل بالنسبه لي هل بعد التبول المريض ده هو بيتبقى عنده كميه ميه كونسيدرابل، كميه ميه معتبره جوه المثانه ما خرجتش؟ هنا بندي العلاج وبنقارن مره ثانيه نشوف هل البروستاتا حابسه ميه وراها كتيره كونسيدرابل، ميه تقلق بالبلدي كده او لنا حسبه فوق ال 100 سنتيمتر مكعب موجود في الايه؟ في المثانه.